ويلكم ويلكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنلعب، وهنلعب مش هنلعب بقى يا شباب، عندنا النهارده حاجه اسطوريه جديده يا شباب، ومعانا يوسف. هلا 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 يا شباب، كيفكم؟ انزلوا يا شباب دلوقتي اعملوا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، عشان النهارده معانا تحدي جديد ومعانا اعلان على السيرفر جديد يا شباب، سيرفر للمتابعين. و ايه نسيت حاجه كل المتابعين، ايه نسيت حاجه كل المتابعين، دوس لايك واشتراك عشان نوصل المقطع ده 100 لايك. وصل احمد تحدي المتابعين، إيه؟ وصل المقطع ده 100 لايك يا شباب، اوزع 20,000 20 بس 20,000 ايه 20 كيسة ماينكرافت أصلية. أوكي يا شباب، لو الفيديو ده وصل 100 لايك زي ما يوسف هيقول، زي ما يوسف قال، هينزل 20 حساب ماينكرافت أصلية في قناته، فقناته تحت في الوصف يا شباب، و رابط الديسكورد بتاعي وبتاعه تحت في الوصف. طبعا عشان تخش السيرفر بتاع المتابعين او بتاع المشتركين الجديد يا شباب اللي احنا طالعين نعمل عليه اعلان دلوقتي، طبعا اول حاجة اول شيء، لحظة يا شباب، وهو الشروط بقى يا شباب، هي اول حاجة انك تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس، ده من اول الشروط. تاني شرط انك هتروح لسيرفر الديسكورد بتاعي انا ويوسف، هتلاقيهم تحت في الوصف بتاع الفيديو ده حالا، هتلاقي الرابط بتاع سيرفر يوسف والرابط بتاعي الديسكورد بتاعي، عشان هنتواصل مع بعض هناك، و هديك الاي بي، طبعا الاي بي بتاعي برضو السيرفر هتلاقيه تحت في الوصف، فعشان ادخلك لازم تعمل لايك ايه اوف السيرفر واسم السيرفر. يا شباب اي دي بتاع السيرفر، اي دي بتاع السيرفر ده كامل، ايه بتسموه ايه؟ لا اي دي يعني سيرفر بتاع، لحظة الكورة. واخر حاجة بقى يا شباب، لازم عشان ادخلك السيرفر لازم تعمل كل الشروط دي، انك تشترك في القناة وتعمل لايك وتكون عامل جوين للسيرفر بتاعي وبتاع يوسف للديسكورد، عشان هتواصل معاكم هناك يا شباب. وبس يا شباب دي نهاية المقطع، فاللي عجب المقطع مش ينسى يعمل لايك شير سبسكرايب، وبس سلام، بيس اوت.